اليوم حنقلكم شغلة جديدة، هو انه كاميرون هايلاند. لحنا رحنا هلأ لكاميرون هايلاند. خليني اقلكم شو هو. هو جو شغلة، هو مثل هايلاند جوا ماليزيا، اللي فيه انه هو برد وعنده ستروبيريز وعنده شاي وهيك اغراض يعني، وبرد كمان لانه هو هاي، هو فوق يعني هايلاند. اوكي خلينا نبلش. هون نحن على الطريق هيك وهيك انا في 4 ساعات من سايبر جاية للكاميرون. وقفنا يعني على الطريق مرتين. الاول مرة عشان ناكل ونسوي بريك، والتاني مرة احنا وقفنا هو لانه شفنا شغلة حلو، ويعني ما فينكم تلاقوها كل مكان مثل جوال سيتي، ما فينكم تلاقوها بمدينة مثل سايبر جاية او دمشق. هو الشلالات. تدا، كانت كتير حلو، وهيك عم يجي ماي علينا، هيك حاسة انه ظريفة يعني حلو كتير 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 انه عم يجي ماي عليكي وهيك. بس انه ماما ما كتير عجبته القرنة لانه ممكن نوقع. بعدها نكملنا على الطريق تي 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 بعدين من وصلنا على الكاميرون هايلاند كنا من نشوف رفقات ماما وبابا. من رحنا كنا عم نروح لشيء انا وكنا يعني هيك اغراض، وبعدين كنا بدنا ننزل لتحت انه نمشي. بعدين من الطريق فكرنا انه ناخذ لحنا باص، فكرنا انه مثل لحنا نروح لتحت ونرجع لفوق. من رحنا لتحت قال انه تستنوا انتو 30 دقيقة. فكرنا انه نضل جوا الباص. بعدين فاتوا جوا شوي عالم وقال انه لازم انتو تطلعوا لبرا، عم يمطر وما عنا شمسية يعني لازم نرقد. وهيك صرنا مبلولين تحت انه شي شيت انه ما يجي ماي علينا. اخذنا شوي صور انه رحنا بهداك الاراني، رحنا يعني دبر شوي صغير عشان ناخذ احنا صور كمان يعني بالليل، لانه بس عندنا احنا شمسيه واحد بس مو تبعنا يعني تبع حدا، احنا بس عم نستعير. استنينا 30 دقيقه يعني ماما وبابا ما عم يخلينا انه نخلونا نطلع لانه عم يمطر وانه ما عنا اكل ابدا وما عنا لعبه ابدا، بس عنا احنا معلقه وشوكه وزبادي يعني. اخيرا صارت 30 دقيقة وصلنا على الطريق. بعده هلا بدنا نروح للهوتيل تبعنا. الهوتيل تبعنا انه مو بس مثل غرفة، هو مثل بيت صغير بس بدون بدون مثل شوية اغراض اللي لازمه عنده بيت. اجوا رفقات بابا وماما لساعة 10:11. بعدين الثاني نهار فقنا على الصبح ولقينا هذا الجو اللي كتير 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 حلو، انه يطلع الشمس وبرد كتير يعني كتير برد. انا لابسة يعني اغراضين فوق بعض، وبعدين كمان لازم قصدي طبقتين ومع حرام غطا، كتير برد كتير كتير. بعدين رحنا لشيء انا اسمه الباترفلاي فارم. هو بس هو مو بس انه عنده فراشات، بس عنده كتير اغراض مثل هدول الكاكتوسات اللي هن سبايكي يعني، وكمان عندهم هن مثل خروف.
لكن عن طعمي هذا الخالي واحد من الخروف اللي كان هنيك اجى لهون شأنه ياكل، بس بعدين ما قدر ياكل زعلان هو. لك هذاك البيبي الصغير اللذيذ هون الخروف اللي زعلان اذا شفته هنيك. وهون الفراشات ماما ما كتير عجبته لانه يعني كل مرة تروح علينا او تروح اذا راحت على ماما او الجاكيتات اللي هي حطت على ايده حتصرخ انه كمان نفس الشيء معي، انا بدي المس على ايدي انه مو بس يطلع على وشي وبعدين هيك اخيف يعني. دلال جربت تقطف وردة صغيرة وحط لها فراشات بس ما عم يرضوا، حرام دلال. سمية عجبت انه هيك بس عم تروح وعم تشوف الفراشات. كان في فراشة هون جنبي، بدي انسكها بساني خايفة اذا لمست من هذاك. وكمان في مثل السبايدرات اذا لمستيهم انه توجعي حالك يعني انه فينك تموتي. لا ممكن يعني انه مو اكيد اكيد اكيد. بعدين كنا بدنا نروح للهوتيل بس بعدين انه لنا بدنا نحن نقطف وردات، قصدي مو وردات، بدنا نقطف احنا ستروبيري الفراولة او الفريز. يعني بعدين راح على الطريق شفنا انه مكتوب شغلة pick your own strawberries. بابا انه من شافها وقف وصار باركينج سوا بارك، بس المشكلة هو انه ما عنا كنا نحن ماسك ولازم انتو تلبسوا ماسك عشان تفوتوا. يعني استنينا وسوينا فيديو صغير يعني كتير صغير ودعمنا شوية صغيرة قبل يجي بابا مع الست ماسكات لأنه فيه ستة منا. هون نحن صرنا عم نقطف وردات، دايما عم نقول وردات قصدي فراولة فريزات، بس لازم نحن ناخد 30 أو إنه نص كيجي. وهلا صرنا على الطريق لأرنا انه شان هننساو الشاي مثل تبع على البه. طولنا هنيك كمان انه يعني كل شيء ضبينه مشي حال، انه طبعا كل شيء انه لازم نستلم الهوتيل على 12 يعني. بعدين رحنا من هلا عم نروح للشاي، عم نروح عشان نشوف الشاي. القرنة كتير نيرو يعني كتير كتير ثين بالانجليزي يعني انه ما فينه كتير سيارات يجوا هيك، انه دائما لازم نروح هيك 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 للجنب 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 انه ممكن حدا يوقع، انه واحد من السيارات يوقع. يلا ان شاء الله عجبتكم هذا الفيديو وانه روحوا لكاميرون هايلاند انتو كمان. يلا باي، سو سبسكرايب.